فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال إن استعمال أو اتخاذ بعض المعادن غالية الثمن كالألماس وغيرها يعد من الإسراف فلا يجوز؟ لا، الأصل الإباحة والحمد لله، ما نحرم شيئا إلا بدليل. خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهو مخلوق لمنافعنا، فالأصل فيه الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.